حبايبي ازيكم، يا رب تكونوا بخير. معاكم شوشو من قناة بيتي. النهاردة هنعمل مع بعض رز الصيادية بطريقة حلوة جدا سهلة مش مكلفة. بيطلع الرز زي ما انتوا شايفين كده مفلفل وحلو مش معجن نهائي. هنعمل الفيديو سوا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك للفيديو، لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. أرز الصيادية، اول حاجه هننزل بالزيت بس يسخن كويس. كده تمام الزيت سخن، هنزل بالبصل. الطريقة دي سهلة. هنقلب البصل حلو. نقلب على طول البصل علشان يبقى كل البصل واخد اللون واحد، ما يبقاش بصلاية فاتحة وبصلاية غامقة. ادينا على طول تبقى في الحلة. البصل زي ما انتوا شايفين قرب يدي لون. البصلايه انا مش عايزاها لونها يكون ذهبي، هتبقى اغمق من الذهب شويه لرز الصياديه. ولما نكتر الرز في البصل قصدي في الرز بيبقى طعمه حلو في رز الصياديه. اهو شوفوا اللون الذهبي ده لسه شويه كمان. لان لون البصله هو اللي هيدي اللون للرز. بصوا اللون اهو لسه عايز برضو يغمق شويه. انا ماشيه كل خطوه بخطوه معاكم اهو. الطريقة دي ناجحة قوي لرز الصيادية، وبجد بيبقى طعمه وريحة بتبقى حلوة قوي، ريحة البصل وطعمه في الرز. لما تغمقي كده ما نقلقش. كده اللون بقى كويس للبصلة اهو. بصوا هنزل بالمية. وملح. طبعا المية والملح حسب كمية الرز اللي احنا هنعملها. وكمون. المية بالبصل تغلي. المية بالبصلة سبتها غليت فترة كده عشان تديني اللون اللي انتوا شايفينه ده. هنزل بعد كده بالرز. الرز ده طبعا مغسول.
يتشرب بس الرز واوطي عليه ويستوي. الرز ده هون الصيادية بعد ما استوى بجد طالع خطير، الرزاية طالعة حلوة مش معجنة ومفلفل وحلو، والطريقة اللي عملناها بيها دي طريقة حلوة وسهلة ومبتاخدش وقت معانا خالص. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. باي باي.